اطلعوا هيك شوي، خلي هيك. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شوف تي في من مدينة القصر الكبير. أي واحد باغي يتعاون معاه فرقم راه الرجل ديالو مريض وكيطلب من المتتبعين أنهم يعاونوه باش يتعالج. تفضل أخاي. شو سميتك؟ زيد انت اخي رشيد، انت اخي رشيد كما قلت لي، كما قلت لي اخي رشيد، دابا انت وقع لك مشكل من طلقتي كيبقى عقل عليك حتى واحد. احكي لنا، عاودنا اخي رشيد. ربي سبحانه والناس اللي كيعرفوني كيتعاملوا معايا شنو المشكل اللي عندك؟ رجلك حرقت. صوت لي خمس سنين هنا. رجلك دابا مقصع منهم بزاف. دابا انت دابا انت كتنعس غير في الزنقه. الناس هنا في ديال الدوله هذه، ماشي ديال الباشا، ماشي ديال شي واحد، ديال المخزن المخزنيه. في كتاكل، في كتشرب، الحيوانات وعندهم هذيك الشيء. انا شاد حالات كناس. في كتاكل، في كتشرب، كناكل في الزنقه واي حاجه. الناس هما اللي كيدبروا عليك. الناس هما اللي كيدبروا عليك ياك. يعني حتى اليوم يقولوا لعبد العالي في المارشي، من الصباح الصباح كنمشي عنده كيعطيني الصحة. طلبوا من الجهود يتعاملوا معنا. باغي تعالج ياك؟ كيسبوا عليك، يعيطوا عليك. اولادي من النهار اللي جيت لهنا ما دخل عندي شي واحد هنا البلاصه. قول لك واحد اللي كيعرفني فيا كيتعامل معايا، ثم الاخر كرهني. اجورينا فين كتنعس؟ إذا أنا متتبع قناة شوف تي في ما تمشيش بعيد، غنشوفو للأسف حتى الإنارة ما كايناش هنايا. هادي هي البلاصة اللي كاينة كتنعس فيها واقيلا ياك؟ أييه هنا فين كتنعس. دابا جاي 4 سنين ولا 3 سنين ولا هنا. كنا انا مطلق عادي 2010، هذا 10 سنين. فهمتي؟ نعم اخاك، تفضل. خرجت عليا وخرجت على ولادها وما سبق خصها مني. انا كرهت كنت في البلاد مرة. إذا متتبعينا الأوفياء، كنتمنى أن الرسالة ديال الأخ رشيد تكون وصلتكم. الرقم ديال التليفون ديالو حنا وضعنا لكم راه الإشارة، أي واحد باغي يتعاون معاه يتصل به. رجلو راه مريض كيحرقو وكينوض عليه وما كرهش المادة، ما عندوش كما كنقولوا الفلوس، وحتى فين كيسكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كيطلب من المحسنين ومن المتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في انهم يتعاونوا معاه. تعاونوا مع اخوكم رشيد. اذا تعاونوا مع اخوكم رشيد. اذا شكرا للمتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في، كنتمنى ان نتلاقاو في موعد لاحق.